سيد محمد، ما رأيك بما قاله الرئيس إنه ما حدث ليس قضاء وقدر وإنما بفعل فاعل؟ يعني خلي نبدي اليوم كسعر إيجار القاعة الهيثم اللي حرقت العوائل في عرس الحمدانية يصل أحيانا إلى 1400 دولار، بس هاي أرضية وكراسي، مرات توصل إلى 3000، والدفع طبعا هاي كلها على الرئيس من أكل وشرب وأخذة الأرواح. هاي أول نقطة. العريس قال إنه أنا ما طالب ألعاب نارية، هاي الألعاب تنضاف إلها 3 أوراق تقريبا. نعم، هذا يعني حقيقة إخبار صريح للجهات القضائية والتحقيقية بأن هناك أمر ما يعني يدور خلف الكواليس وبين ثنايا هذه الفاجعة. بالتالي على السلطات القضائية أو التحقيقية أن تتدخل وتستفسر وتتحقق من هذا الموضوع، يعني هل هناك أمر مدبر حقيقة؟ يعني إحنا نشاهد على الإعلام ونشاهد، سمعنا يعني الضحايا وذويهم وما دار داخلها، لكن تبقى أصحاب العلاقة وهم أهل الريس والمتعاقدين مع القاعة لديهم كافة المعلومات التفصيلية. طيب إذا هو ما متعاقد على العاب ناريه، منو جاب الالعاب الناريه؟ كيف جت هاي الالعاب الناريه؟ اكيد هاي تحتاج الى جهه قضائيه، لا استطيع انا يعني ان اجزم ان جهه ما متسببه، لكن هذا مؤشر خطير واشعار الى الجهات القضائيه بان تتناول هذا الموضوع وتحقق به بشفافيه وبعداله وبدون اي ضغوط من الجهات السياسيه، وبالتالي تخلص الى نتائج اذا كان هناك متسبب، فعلى المتسبب ومن يقف خلف المتسبب أن يحاكم ويحال إلى القضاء وينال جزاءه العادل. أيضا الإهمال والتجاوز على تعليمات الدولة، هذا يعني بمثابة شروع بالقتل العمد. يعني أنا لما أبني قاعة وما استحصل موافقات وما بيها أرض زراعية، أستاذ محمد، يعني أرض زراعية وهي أصلا غير موافقة، إذا يعني حتى الأهالي اللي يعرفون هاي القاعة الوحيدة اللي موجودة، زين أنت من إجيت بنيتها وأخذت موافقات وده تاخذ مبالغ، اي من قلت لك 1400 الى 3000 وغيرها، زين تقدر تاخذ موافقات بغير قاعه، استلمت يعني مبالغ كثيره من هاي العوائل، صار لها 6 سنوات تشتغل هاي القاعه بدون ترخيص بدون امان، من المسؤول؟ المسؤول الحكومه المحليه مسؤوله، والقائمه المقاميه مسؤوله، والدفاع المدني مسؤول، و يعني الجهات المرتبطة حتى ذات الزراعة كيف تسمح قاعة تنبني وما تعترض وما تقدم شكوى وما تدافع عن أراضي الدولة؟ هذه كلها حلقة إدارية مرتبطة ببعضها، قد يكون هناك مقصر بطريقة مباشرة وقد يكون هناك مقصر لأنه يخاف من تسلط الكتل السياسية وبعض الأحزاب، وبالتالي الجميع مشتركون في تحمل نتائج هذه المسؤولية. يعني أنا لا يكفيني عذرا أن يكون مثلا هناك مخاطبات أو القائمة المقامية ما نعطيه موافقة، وبالتالي يروح لي ضحية 119 إنسان وبعدين يقول والله أنا ما مسؤول. ما في هذا الكلام. المسؤولية أو المنصب هو مسؤولية على عاتق المسؤول. 6 سنوات ساعة تشتغل بدون ترخيص على أرض متجاوز عليها، طيب يعني خلال 6 سنوات أليست مدة كافية أن تحققوا في أوليات وموافقات هذه القاعة، شروط السلامة والأمان، وين عقد الأرض اللي هو متجاوز المخارج الطوارئ، نظام السلامه، الاطفائيات؟ هناك يا اختي العزيزه للاسف النظام السياسي في العراق اغلبه الفاسد يتعامل مع الشعب العراقي على انه سلعه فقط يتاجر به ويحصل الملايين، ولا يكترث الى سلامه الناس وامن الناس، وهذه العباره ليست عنا ببعيد، وهذه فاجعه الحمدانيه ولا الحرائق الاخرى التي حدثت في بغداد وفي جنوب العراق. نحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات دولة حقيقية، ونحتاج إلى رجال دولة حقيقيون ليطبقوا القانون على الجميع، ومن ثم سترين أن هذه المشاكل ستختفي وستتلاشى، وإذا لم يتم يعني الأخذ بهذا الاتجاه سوف يعني تتواصل لا قدر الله الفواجع على الشعب العراقي وعلى أهل الموصل. يعني أستاذ محمد، من الفواجع من 2003 إلى حد الآن الفواجع ما زالت مستمرة. نعم. طيب نعم. يعني هل